إذن الآن رح ننتقل من السنجل فيس سيركت ل 3 فيس سيركت. رح نبني هلا 3 فيس سيركت من الأساسيات. هلا إذا بدك اللايبرري براوزر في أي لحظة بإمكانك تعمل فيو لايبرري براوزر. لايبرري براوزر من هون نرجع نفس الشيء، رح ناخذ 3 AC voltage sources، فرح أرجع على السورسز هون، رح آخذ AC voltage source، هي أول واحد منهم. هلا رح نشوف الاي سي فولتج سورس من هون، رح اخذه، خليني اخذه على 230 فولت ار اف اس. خلينا نعمل حساب مع هذه الحاسبه يشتغل معنا. انا جبت هون في ار اف اس تساوي 230 فولت. اذا السؤال اللي بساله هون ايش البي بي؟ اذا البي بي شو بدها تساوي؟ جذر 3 في جذر 2 في عندي 200 جذر 2 مقامين في 230 قديش عطاك؟ 325.2 300 25.2 325.2 فولت. هذا بده يكون البيك تبع الساينوسويد، اذا هذا هو البيك اللي راح احطه هون هاي الاي سي. اذا راح نيجي على هذا الاي سي فولتج سورس راح احط هذه هون 320 25 فولت، وراح نشتغل كمان على 50 درجه. هلا لاحظوا العلاقه بين الفيز 3 فيز بينهم 120 درجه. فعندي الفيز الاول صبح يكون نعتبره زيرو، الثاني رح يكون متاخر عنه، اذا متاخر عنه ايش الزاويه رح تكون؟ بلس 120 ولا ناقص 120؟ ماينس 120. اذا رح نعتبر هذا الفيز الاول، خليني اسميه مثلا، رح اسميه انا ار، رح ننسخ هاي. اذا بدك تنسخ بس تعمل كنترول سي كنترول في، مسخناه نفسه فاخذ نفس الهاي، وراح اسميه هذا اس ار اس تي، جاي من الاصطلاح الالماني. اذا عندي السورس الاول والثاني والثالث والثري فيزز بكون ار اس تي، ومحركات بتكون يو في دبليو. اذا هون راح اخذ ار اس تي، شو بدي اغير فيه هذا الاس؟ هاي راح تضلها نفس الفيز انجل، شو لازم تكون؟ الاس متاخر عن عن الار، راح تكون ناقص 120 درجه، راح تضلها الفريكونسي نفسها. وراح اعمل سورس ثالث الان وراح اسميه تي ار اس تي، راح يكون هلا يا متقدم على ار ب 120 يا متاخر عنه ب 240 نفس الشيء مضبوط. لان فانا حتى اكون كونسيستنت راح اخره 240، راح اعمل هذا ناقص 240، هو نفسه لو حكيت انت 120 بصير. اذا هون عندي هاي هذا جاهز، وهي راح اسميها لا بلس 120 ناقص 120 بلس 120. اه تمام، هو نفسها اللي بيكون متقدم 120، لانه اذا بترسم الدائره من هون هاي كنترول الوسط هاي الاس، واحنا بنلف بهذا الاتجاه اوميجا ايه، والاس متاخر عن الار 120 درجه، والتي راح يكون متاخر عن الار 240، بس هو متاخر عن الار 240 كانه متقدم عن الار 120 120. فزي ما بدك تسميها، هاي صارت كانها ناقص 120 وهاي صارت ناقص 240 او زائد 120 نفس الشيء. اذا اخرناها هاي 240 فصارت هذه 240 ناقص 240 درجه. هذا صار عندي هون 3 فيز سورس، 3 فيز سورس في ار واس وتي. طب كم بنحط قيمه ار؟ انا حطيت قيمه ار هون 325 عشان يكون عندي ار ام اس 230 فولت. الار ام اس البيك، البيك 325 لكن الار ام اس 300 الار ام اس 325 عفوا 230. اذا هذول جاهزين الثلاثه من هون. خلينا نشوفهم على، او خلينا نبنيهم مع ريزيستيف لود. شو رايكم نبنيهم، نبني معهم ريزيستيف لود؟ فراح ناخذ الان 3 ار ال سي برانشز، فرح ارجع على اللايبرري براوزر، ومن اللايبرري براوزر راح اخذ اليمنتس، وبعدين خلينا ناخذ ار ال سي سيريز ار ال سي برانش، راح احطه هون. بدنا نلفه خلينا نعمله ار اول شيء، بس نحوله لار، فراح نحول هذا لار من هون بس يصير ار، وخلينا نحط قيمته مثلا نفس الشيء زي ما عملنا هناك 10 ونعمل اوكي. هلا هذا راح نسميه هذا ار 1 مثلا نسميه، خلينا نلفهم 90 درجه
فورمات من هون روتيت بلوك بلوك وايز او كاونتر بلوك وايز. هلا هذا رح ننسخه وبعدين نروح ننسخه. هذا صار عندي ار 3. راح احط ستار او دلتا. ستار يعني يكون في نقطه بينهم زي النجمه. انا مش عارف ارسم، مش قادر ارسم هون شكل ستار. راح اشبك هذول كلهم مع بعض. راح ننزل هذه من هون. والله سكر لي هالباب يا عمار اذا سمحت. هلا هون صار عندي هدول ار واس وجي. خلينا هدول نحركهم نقربهم على اللود. هذه صارت ستار، هي شكلها مش مبين هلا زي ستار بس انتم فاهمين شو بحكي. هي ستار بس ما فيش عندي طريقه ارسمها بالهاي. هلا خلينا هدول نفس الشيء كمان نرسمهم. وهاي على فكره النقطه اللي هم مشبوكين فيها اسمها ستار بوينت. نقطة الستار بوينت اللي هي نقطة التقاء الثلاث لودز هون. عشان بس تكون مرتب هون ننزل هذه هيك ونشبك هذه هون. هل في عندي كمان ستار بوينت في السورس؟ وهلا بنشبك اللود مع السبلاي. بدنا نحط قلنا كرنت مش هيك، بدنا نحاول نحط كرنت. خلينا ننزلهم كلهم لتحت. خلينا نحط هلا كرنت سورس كرنت ميجرمنت. ننزل على الميجرمنت هون. من الميجرمنت راح نجيب كرنت ميجرمنت وكمان بدنا نجيب فولتج ميجرمنت. راح اقيس بس فيز واحد، مش ضروري نقيسهم كلهم. فخلينا نحطه في طريق الار. راح احط الار هون بعدين راح اخذ الكرنت على ار 1 بعدين راح اشبك اس مع ار 2 وبعدين راح اشبك التي مع ار 3. فهيك هلا صار عندي 3 فيز ستار كونكتد لود. بعدين خلينا نقيس الفولتج. خلينا نقيس هلا الفيز فولتج بعدين بنقيس اللاين فولتج. وين الفيز فولتج؟ هذا بنسميه فيز فولتج اللي بين النقطة هاي والستار. هذا الفيز فولتج. الفولتج بين هاد وهاد شو بنسميه؟ لاين فولتج. هذا اسمه اللاين فولتج، هذا اسمه الفيز فولتج، هذا اسمه هون عندي لاين كرنت اللي ماشي بينهم. فخلينا نقيس في البداية، خلينا نقيس اللاين فولتج. فراح آخذ على هذا اللود من هون أو على هذا السورس. خليني ألفه. بعمل روتيت أوتوماتيكيا. راح آخذ هذا من هون وهذا. هي هيك قسنا الفولتج. نفس القيمة اللي حطيناها. خلينا ناخذ اوسيلوسكوب. ناخذ سينكس. وهي عندي هون سكوب. ونحط مالتيبلكسر. طيب ناخذ الكرنت نحطه هون والفولتج ناخذه نحطه هون. خلينا نرتب الفولتج ننزله. ايش ناقصنا قبل ما نقدر نبدا؟ جي يو اي. بدنا جي يو اي. خلينا ناخذ جي يو اي. ونخليها كونتينوس. اوكي هيك هلا جاهزين نبدا نعمل رن. نعم حط الزمن. الزمن خلينا ننزل الزمن نفس الشيء ننزله ل 0.2. نعمل رن. ونفس الشيء بدنا نظبط هاي نعملها 5 نقطة. Sample time. نعمل 1 e to the minus 6. نعمل اوكي.
انا عندي هون نفس الشيء عندنا هاي الفيز فولتج فيز كرنت بالنسبه لهذا 3 فيز سيستم. طبعا احنا ما قارنا لسه هلا هون بين اللاين فولتج والفيز فولتج, نقارن بينهم المره الجايه. سيارات فيلد